أخبار اليوم. عاش الجيش المصري، عاش الجيش المصري. سيادتها ولا احترامها لا تقبل انتهاك حرمتها سواء من الامن او من احد اعضائها. نحن جماعه وطنيه ترفض التكوين والاتهامات بالعماله، كما نرفض اي محاولات او اشكال من استدراء الخارج او تدوير القضايا ونحضر مكان الشرطه ومكان القضاء والنيابه العامه ورفض اي بسوسين. يعني تكشف خلال الايام الاخيره حقائق مهمه جدا. للاسف تم الافتئات على سلطه الجمعيه العموميه، وتم التدليس والتزوير، وتم اضافه فقرات في بيان الذي صدر عن الاجتماع الاخير في النقابه. اعضاء مجلس النقابه بشهادتهم لم يكن يعلموا بها اصلا ولم ترد في البيان خلال الاجتماع، وفوجئوا بها مثل غيرهم بما ورد فيها من فقرات. بنرحب اليوم معانا باعضاء مجلس النقابه المحترمين الزملاء حاتم زكريا. اولا الشكر الجزيل لمؤسسة الأهرام التي بادرت بالفعل بالدعوة إلى عقد هذا الاجتماع الذي تحضره هيئة تحرير الأهرام ويحضره ممثلون عن جميع الصحف المصرية. شكرا للأهرام على نجمة الصحيان الجديدة، وأتمنى أن ما حدث في الأهرام يتكرر غدا في الأخبار، ويتكرر بعد غد في وكالة أنباء الشرق الأوسط، ويتكرر بعد في الجمهورية، ويتكرر في كافة الدول الصحفية.